السلام عليكم ومساء الخيرات، واهلا بكم في تحليل سياسي لمسلسل الاختيار. النهارده الحلقه 11، عنوان الحلقه الخليه الامنيه. اتكلموا على الخليه الامنيه اللي في سيناء وازاي تم تفكيك الخليه دي بعد خليه مدينه نصر. بيبدا المشهد الاول مع الرئيس مرسي ومدير مكتبه احمد عبد العاطي، وبيكلموا عن حكايه القروض، وانه الرئيس مرسي بيشوف ان ده ربا وانه بيرفض القروض وبيرفض وجودها، فقال له في ازمه اقتصاديه في البلد ولابد ليها من حل، ومش هينفع نستجيب وكده ونسكت، لازم ناخد قروض. فبيقول له خيرت الشاطر يشوف هيحل الموضوع ده ازاي. مشهد قصدي معاه الدكتور هشام قنديل قاعد معاه بعد ما يدخله احمد عبد العاطي مدير مكتبه عليه، وبيتكلموا في مساله حل الازمه الاقتصاديه وازمه القروض، وهو ده ربط بين القروض اللي بياخدها السيسي دلوقتي واللي كان مرسي بيتكلم فيها ومش عايزها، وبدات القروض وكده. طبعا بصرف النظر عن ان القروض خطأ وانها كارثة حقيقية على البلاد، لكن اي رئيس او اي مسؤول في الدولة تم التعامل مع هذه القروض. حتى من ايام حسني مبارك في كتاب لعمرو موسى كنت بقرأ فيه، فين الكتاب؟ اهو الكتاب ده، بيتكلم عمرو موسى هنا في الكتاب، وده ممكن اعرضه لكم في يوم. كتاب مهم جدا، مذكرات مهمة جدا الحقيقة. بيتكلم على ان حسني مبارك كان حط ورقة في جيبه لما نزله من الديون 8 مليار دولار ولا 8 بليون، فكان حاطط الورقه في جيبه اللي اداها له الرئيس الامريكي بالموافقه بعد حرب الخليج، يعني حرب احتلال العراق للكويت ودخول القوات الامريكيه مع المصريه مع السعوديه مع عديد من البلدان اللي دخلت علشان تحرر الكويت من الاحتلال العراقي. وبيتكلم ازاي ان هو كان كل شويه يطلع الورقه من جيبه فرحان بيها، مش مصدق انه اتشال من على كاهله كل القروض وكل المسائل دي. بعد كده كريم عبد العزيز ومحمد رياض في قطاع الامن الوطني بيتكلموا عن شخصيه ابو ايوب، بيقولوا انه ليه علاقه باسامه بن لادن، وانه طلع في العفو الجمهوري اللي طلعه الرئيس مرسي، مع ان الراجل ده موجود على كل قوائم الارهاب، وبيقولوا ان هو بعت رساله لايمن الظواهر انه مش هيقدر يخرج علشان اسمه موجود على قوائم ترقب الوصول في العديد من البلدان وما ينفعش يسافر، ويقولها اقوم باعمال جهاديه داخل مصر. بعدها نبدا باحمد عز ومشهد حوار اجتماعي مع خطيبته او حبيبته اللي عايز يتجوزها، وندخل على موضوع الامن الوطني والمخابرات الحربيه والمخابرات العامه. بيتكلموا على حكايه انه في بطايق مزوره طلعت باسماء شخصيات مش مصريه علشان تتملك اراضي في سيناء، وهو تكوين عزل سيناء او بيع سيناء اللي هو كان متواتر في عهد الرئيس مرسي ان الاخوان هيبيعوا سيناء وهيجيبوا الغزاويه فيها، وصفقه القرن اللي اتكلم فيها السيسي مع ترامب، وكان جزء منها بيع او التنازل على جزء من اراضي سيناء. وبعدها الدوله المصريه او الادوات المهمه في الدوله المصريه قالت ما فيش حاجه اسمها صفقه القرن، بينما من يجلس على راس السلطه تحدث مع ترامب في مؤتمر عام معلن منشور انه في صفقة قرن وفي تملك. انا مستغرب من حاجة مهمة، بعد الشعبية الكبيرة اللي كان حاصل عليها السيسي وبدأت تتآكل، طلع موضوع بيع تيران وصنافير. تيران وصنافير فض عدد كبير من الناس من حول السلطة الحالية، وهذه الناس كانت مؤيدة بقوة لكل حاجة بتعملها السلطة، فتم بيع تيران وصنافير وحصلت قصة. يعني عملنا حلقات عن الشغل ده مش هنتكلم فيه تاني، لكن السؤال هو انت ليه بتستعيد في مسلسل درامي يدخل الى ملايين البيوت من الشعب العربي مسألة الاراضي؟ يعني السيسي في مشهد مع عباس كامل جمال سليمان وياسر جلال بيكلمه يقول له ده يا فندم رصدنا انه في بيع اراضي وفي تملك وفي حاجات زي كده، فنعمل ايه؟ فالسيسي بيقول جملة مهمة، انا كتبت الجملة هنا هلاقيها لكم، بيقول له فيها انه الاراضي دي استردناها بالدم والصبر، ده السيسي، وبدم الشهداء، والله ما يحصل ابدا انه حد يشتري اراضي من مصر طول ما انا عايش، محدش هيقرب من حدود الاراضي المصريه. اتصل باللواء ممدوح شاهين واعمل اجتماع فورا للقوات المسلحه او الجيش المصري عشان نشوف حل، بينما حدود مصر اللي هي تيران وصنافير. ويعني مش هنحكي برضو تاريخ تاني، نتكلم على جمال عبد الناصر لما اغلق مضيق تيران في وجه الصهاينه، وده كان عمليه مهمه جدا عملها ناصر علشان يحمي الدوله المصريه. فهذه الاراضي بيعت او تم التنازل عنها او التخلي عنها للسعوديه، وان احنا عارفين ان تيران وصنافير كنز استراتيجي لاسرائيل، وفي الاخر حين تريد معرفه السياسه او الاطلاع على السياسه انظر الى الخريطه، شوف الخريطه قدامك معموله ازاي، تعرف انت هتتعامل فين وازاي وبايه وبكام. فتيران صنافير
هي استراتيجية وقضية أمن قومي للدولة المصرية، فتم التنازل عنها. وانت جاي النهاردة تفتح لي في مسلسل الاختيار في 2022 مسألة بيع الإخوان لسينا. طيب لا غبار، محدش هيختلف معاك انه الإخوان يا عم كانوا عايزين يبيعوا سينا، وكانوا عايزين يخلصوا على البلد، وكانوا عايزين يخلصوا، وكانوا عايزين يزرعوا الإرهاب. طب ما هو جيت حضرتك نفذت، يعني حضرتك جيت نفذت موضوع تيران وصنافير اللي هو اثار علامات، الاف من علامات الاستفهام لحد الوقت عند الناس، وانت بترجع تربط لهم من خلال مسلسل درامي تقول لهم ان احنا مش هنبيع الارض، الارض اللي مات واستشهد فيها. وفعلا الاراضي المصريه احنا استردناها بالدم، واستشهد الاف من جنود الجيش المصري واسره في هذه الحروب من 48 لحد 73 لحد ما استرد مبارك طابة. ومصر بتعاني، وحتى سليمان خاطر، مصر تعاني من الامن القومي وحدودها واراضيها ومشاكل الارهاب اللي بنتعرض لها. فتيجي نقطه جوهريه اللي هي تيران وصنافير بيجتمعوا مع المجلس العسكري ما جاش المشهد طبعا بتاع اجتماع المجلس العسكري، وبيطلع قرار من القوات المسلحه المصريه وقرار من وزاره الدفاع المصريه، قرار مهم جدا انه يحظر التملك او بيع اراضي لاي شخص موجود غير مصري، وكمان اللي يورثوا اراضي دي وهم اساس مصريين يورثوا اراضي لا يحق ليهم بيع الارض او التصرف فيها او رهنها او التعامل معاها دون الرجوع الحصول على اذن من وزاره الدفاع. بيجي خيرت الشاطر وبيقول لهم لا احنا النهارده خلاص عبد الفتاح السيسي ما عادش ينفع ولازم نشيله. فالمرشد العام الدكتور بديع يقول له لا ده ضد الدستور وضد كذا وما ينفعش نشيله. ده طبعا غير صحيح وكلام خزعبلي، وانا برضو مرده ما اعرفش هل المسلسل ده بيحسن من صورة الاخوان علشان تتم افراجات من السجون المصرية عن بعض قيادتهم او بعض الشخصيات الموجودة في والله لو كان كده كويس كتر خيركم، فيش اي حد عنده مشكلة ان الناس تطلع من المعتقلات والسجون، وكفاية يعني كفاية بقى لنا 8-9 سنين في العك ده، لان كل اللي بيحصل ده عك والناس مرمية في السجون بلا اي جريرة. ما قلنا لكش ما تحكمش اللي قتل، ما قلنا لكش ما تحاكمش اللي قام بجرائم، اللي قتل جندي يتحاكم والجندي اللي قتل مدني يتحاكم. يعني العداله تاخذ مجراها مع الجميع، لكن الاف تبقى موجوده في السجون دون جريره ودون ذنب، دي حقيقه وضع يعني وضع كارثي. واذا كان ده تمهيد لقرارات زي دي والله يبقى السلطه بتفكر ويعملوا حاجه كويسه يعني في الموضوع ده. المسلسل كله والحلقه كلها هنا بتدور حوالين سينا وحوالين الخلايا الإرهابية اللي في سيناء، وحوالين إنه الإخوان عايزين يبيعوا الأرض وعايزين يعملوا مشاكل داخل الدولة المصرية، وإنه أسامة ياسين وزير الشباب عمل أدوار سيئة جدا علشان يسيطر على مراكز الشباب الموجودة في مصر. ومن من الغرائب الإبل إنه يعني حاجة فعلا غريبة، وبصراحة يعني ناس من النظام تتفق في الموضوع مش أنا بس، إنه أسامة ياسين واحد من الناس المهمين جدا اللي احسنوا اداره وزاره الشباب، باسم عوده من الناس المهمين جدا بصرف النظر عن اتفاقنا وخلافنا مع الاخوان وعن انه الاخوان ما حدش يقدر يقول انه الاخوان ما كانش عندهم مشاكل في حكم الرئيس مرسي عليه رحمه الله، وما حدش يقدر يقول ان الناس واخده موقف، او انا على الاقل يعني خلينا بشكل شخصي عشان ما حدش يتحمل وزر اللي بقوله، انه ما حدش مختلف ان الدوله المصريه في عهد جماعه الاخوان كانت لديها مشاكل في التعاطي السياسي وفي اداره الحكم وفي الاقصاء، ونقدر نقول ده. لكن احنا بناخد موقف ضد انك تظلم الاخوان او ضد ان تزج بهم في السجون او في ظلمات السجن او المعتقلات دون ذنب، ضد ان انت تعتقل الالاف من جماعه الاخوان دون محاكمات حقيقيه عادله وتاخدهم ظلما وعدوانا علشان عندك مشكله معاهم كانت في السلطه. يعني دي مشكله الحقيقيه الوحيده اللي تخلي انا وغيري يتعاطفوا مع جماعه الاخوان. لكن هل انا انتخبت الرئيس مرسي؟ لم انتخب الرئيس مرسي. هل كنت مع حكم الاخوان؟ لم اكن مع. هل ارغب في عوده الاخوان لحكم مصر؟ لا ارغب في عوده الاخوان لحكم مصر، ولا اتمنى ان الاخوان يحكموا مصر، ولا عايز الاخوان يحكموا مصر. لكن ضدنك تحرقهم او تعتقلهم او تقتلهم من غير ذنب، تلفق لهم تهم، تعتدي على اهاليهم على اسرهم، تاخد بنت خيرت الشاطر عائشه الشاطر علشان انت عندك مشكله مع خيرت الشاطر، او تاخد اخو ده او عمي ده او هو ده الموقف اللي الدعامه الحقيقيه اللي انا والاف وملايين غيري واخدينها من السلطه الحقيقيه. طيب الحالي، طب يا سيدي طلع الناس دي من السجون وخيب املي وخيبنا احنا وقولي شفتوا تعالوا بقى يلقوا حاجه اتكلموا فيها.
هاتوا لي حاجه تتكلموا فيها عن الاخوان. اديني خرجتهم، اديني خرجت الناس اللي في السجون، مش هتلاقي حد يتكلم عن ظلم او عن مشاكل. هو ده العدل، هي دي العداله، هي دي، هي ده، هو ده الحق، هو ده اللي انت عايز تبني دوله. يعني انا رايي انه خرجوا المعتقلين، سيبكم العك والهطل اللي شغال دلوقتي والدراما والمسلسلات والكلام ده، ابنوا البلد. لو انتوا عايزين تبنوا بلد، ابنوا بلد. المشكله الحقيقيه الان يا جماعه مش مع جماعه الاخوان المسلمين، ولا مرسي عمل ايه، ولا خيرت الشاطر نيل ايه، ولا فلان. المشكله الحقيقيه في بنى بلد، في بلد بتنهار اقتصاديا، في بلد الناس بتشتكي من غلاء الاسعار ومن الجوع، في مشاكل حقيقيه مع الصهاينه. انت قعدت حسني مبارك والخارجيه المصريه والدوله المصريه قعدت تلف حوالين تركيا، لما بدا تركيا في التسعينات تعمل علاقات مع الصهاينه وتروح تقابل الرئيس، يروح سليمان ديميريل ويروح اوزيل ويروح رؤساء تركيا يقابلوا رئيس اسرائيل، ويجي رئيس اسرائيل يروح تركيا، ويجي مبارك بعدها وعمرو موسى ويعملوا مقابلات، لانه شايفين انه تركيا ملف استراتيجي وعمق مهم جدا بالنسبه لمصر. ومن خلال بيحصل ده، انا عايز اقول لك حاجه، في سوريا ان مصر قدرت تنزع فتيل حرب كادت عبد الله جول لما كان لاجئ وموجود في سوريا، وحصلت مشاكل كبيره، ملف كبير برضو ممكن نتكلم فيه في حلقات بعيدة عن الدراما. عبد الله جول كادت ان تقوم حرب وحشدت تركيا مساحه الحدود بين تركيا، طول الحدود بين تركيا وبين سوريا 900 كيلو، على 900 كيلو الاتراك حشدوا قوات علشان وانا مش في تركيا، هو مش بدافع عن تركيا ماليش يعني فحشدوا 900 كيلو من القوات التركيه ومن الجيش التركي عشان يدخلوا حرب في سوريا، وكانوا يحاربوا الشعب السوري. طلعت مصر بيانات، وقفت مع سوريا، نهضت. حسني مبارك بقى بيلف بالطياره من سوريا لتركيا ومن تركيا لسوريا ولمصر، ويعملوا لقاءات، ويجي الرئيس التركي مصر، ويجي مسؤولين سوريين، ويقابل حافظ الاسد ويقعد معاه ويحول دونها. وكانت مصر لما سوريا، لما تركيا بتعمل تدريبات عسكريه بينها وبين اسرائيل، كانت تعترض مصر بشكل سري وعلني، وتطلع بيانات وتقول لا تركيا معانا، ما تبقاش مع اسرائيل، لان اتحادها مع اسرائيل ضرر. هي دي مصر، هي دي مصر اللي بتشتغل دوليا، هي دي مصر اللي بتشتغل على ملفاتها، هي دي مصر اللي بتحمي حدودها والامن القومي بتاعها. فانت دلوقتي متخرتق في مشاكل اقتصاديه وسياسيه وجغرافيه وحدوديه، وجاي دلوقتي تكلمني عن مشاكل من 11 سنه. يا عم مرسي الله يرحمه مات، والناس اللي موجودين في السجون دول بدل ما يموتوا يعني نبوس على دماغكم، خرجوا الناس اللي موجوده في السجون وانهوا الموضوع ده وانهوا الكوارث اللي حاصله في البلد. وبعدين طلع فرقه 95 مشهد لاحمد منصور في الجزيره مع اسامه ياسين عن من ثوره 25 يناير 2011، وبتكلم عن محمد مرسي بيهدد واحد اسمه محمد رجب عضو في الحزب الوطني، احنا هنلمكم وهنعمل لكم وهنسوي. طب ما انت بتقول ان مرسي يعني كان عامل موقف كويس عن في ثوره يناير 2011، عكس الموقف المجاور تماما في الاعلام بتاعك اللي بيتهم الاخوان انهم قادوا ثوره الارهاب وركبوا الثوره واستولوا عليها وحاولوا يسيطروا عليها. فهنا المشاكل بتعالجها سياسيا بشكل خاطئ. خليني اشيد بخالد الكمار والموسيقى اللي عاملها في المسلسل، ابدع ما في هذا المسلسل هو الموسيقى. النص ضعيف، اخراج طبعا كويس بس نص ضعيف. احمد خالد الكمار عامل موسيقى مبهرة، يعني عامل بصراحة راجل مؤلف موسيقى المسلسل مبهرة. أحمد السقا أنا مستغرب من الأداء، مستغرب من الأفورة، مستغرب من التصوير. ما أقدرش أقول إن أحمد السقا ممثل وحش، أحمد السقا ممثل كبير، ممثل موهوب وعامل أدوار مهمة جدا، بس ما أعرفش هو في الاختيار مش أحمد السقا. يعني أداء كريم عبد العزيز، أداء أحمد عز يتفوق بمراحل، أداء صبري فواز في دور الرئيس مرسي أداء هايل وبسيط وحلو، عبد العزيز مخيون في اداء الدكتور محمد بديع مرشد جامعه الاخوان اداء هايل. افوره احمد السقا انا اظن تعود الى انه احمد السقا كان هيعمل دور السيسي في فيلم قبل كده تاليف وحيد حامد ومحمد محمد سامي، اخراج محمد سامي، والفيلم اتوقف كان 2018. ما اعرفش، ما عنديش تفاصيل ليه الفيلم ما اتعملش او ما خرجش، يمكن العوامل دي عند احمد السقا موجوده في حاسب استياء، حاسب حاجه، فمن هنا جه الدور انه حاول يظهر اداء اكتر او يظهر بطوله اكتر، فكانت في افوره شويه. وانا اظن يعني ان احمد السقا لو عمل دور السيسي ما كانش هيقلده زي ما قلده ياسر جلال بالشكل اللي هو قلده بيه، لكن في النهايه هو دور، يعني دور مش اقوى ادوار احمد السقا لكن دور وخلاص. اشكركم وسعدت بيكم، و
يعني أتمنى لكم سحور هنيئا مريئا، وأشوفكم في حلقات تانية في تحليل سياسي لمسلسل الاختيار الجزء الثالث. شكرا، تصبحوا على خير.